خويا على الماتش ديال اليوم ما بقاوش كذبوا على بعضياتنا، الفرقه ما عداش، ما كاين لا هذه لا راه الوداد الركراك، الفرقه ما عداش غتتعاود. راه ما نقولوش للمدرب المباركي كذا، راه ما عندناش مدرب، ما عندناش رئيس، راه هو فين مريح. انت داباش انت راه بحال صيفطت شي لعابه مزيانين وجايب لينا العاهات هنايا، احنا بحينا حنايا، راك خسر 150 درهم باش نتفرجوا احنا في مذكور وجبيره والعرجون كيضحكوا علينا. راه حنا راه الراجل راه ديال الشعب. خصها خويا بزاف ما نكذبش عليك، خصها بزاف، يعني كنربحوا لا اداء لا حتى شي حاجه، وهادشي مؤسف بزاف. كتشوف فريق كبير بحال الرجاء العالمي كيعاني مع المهم في هاد الظروف بحال هادي، كنتمنى من كتب وسير في اقرب وقت، يعني في القريب العاجل انا يشوف شي حل هاد المزال هادي. واخا كنربحوا واخا 3 بوان واخا كلشي، ولكن ما مقتنعينش حنا كجمهور، وكنتمنى هادشي يتبدل ان شاء الله. الماتش ديال اليوم كان اداء ضعيف بالنسبه للفريق ديالنا، ما اداش اداء مزيان، ماشي مشكل ان شاء الله. بعدا عندنا لي 3 ماتش اون غاني لي 3 ماتش الاولين، ان شاء الله الاخرين حتى هما اون فا غاني ونتكاليفيو ان شاء الله الاولين ان شاء الله باذن الله. وحاجه وحده هو المكسب المسير تعدى على الجمهور اليوم، انه الماتش اول ماتش وباش الجمهور هو اللي كيساند الفرقه، وفهمتي متحمس شحال هذه باش يرجع عامين، حنا ما سادينا في كورونا الوغ كو باش يجي جمهور ودير له هذا الثمن وهذا ماشي لوجيك، خاص يهبطوا لنا شويه الثمن باش الجمهور يحضر. كانت المكانه خاويه، كاين شي لعابه هنا ما خاصهم يستاهلوا يجيبوا التوني، ما يلعبوش بهذا التوني هذا كاع، راه الحل الفردي ما كاينش في الراجا كاع، راه نقول الفرقه ما كايناش الهيكله كذا، والحل الفردي يا صاحبي الحل الفردي ما كاينش، شد كونترول ولدرجه تولينا في الراجا واحد كيدير كونترول كنصفقوا عليه، عندنا الحرمان من الكونترول، بزاف حرمان كوره بنادم الدم كيخرج ليه من التوني وكيلعب ومقاتل هنا بنادم ولا كيدير كونترول عندنا في الراجا، راه بزاف الراجا بشاشه الشيء.